غريبة جدا ومش عارف ايه دي. عندي هنا السمان لأصدقائي، بصوا بصوا لقيت السمان بيض بيضة عاملة ازاي، بيضة كلها زيتي، سبحان الله سبحان الله، بيضة السمان كلها زيتي. سبحان الله يا جدعان، يعني بصوا بيضة فعلا بيضة سلمان زيت يعني. سبحان الله أصدقائي، احنا اكتشفنا البيضة الزيتي العجيبة دي بتاعت السمان، وهنروح نحطها مع اخواتها في الثلاجة. الفرخة بط، الفرخة بط، العصفور بط، السمان بط، الفرخة مش قد ايه، بط العصفور ما كده، السمان احنا بناكل اكل بط السمان بس. اذا اكتشف عجيب سبحان الله، يعني عالبيضة الزيتي خالص دي سبحان الله. ما افتكروا ليمونة، سبحان الله مع السلامة يا أصحابي، نشوفكم في الفيديو الجاي، سلام.